بيجوا بس ما بيجوش يعني بيجوا بس مش معانا، معانا بس كده في الملعب بس مش معانا، مش موجودين. شفت مين في الملعب واتخضيت وانت في الملعب؟ انت دايما تسالني السؤال ده ليه؟ ما هو ده الاساس. وانا ما بتخضش، انا قلت لك انا لا انا راجل. شفت مين واتخضيت؟ العكس يعني، حسيت ان هو عادي. بيرستاو ده استغربته يا كابتن بصراحه. انت كنت في الملعب؟ يعني الدوري الانجليزي وبرايتون ومش عارف جاي منين وصفقه يعني نار يعني، فاهم؟ احنا قلنا بقى هيجي مثلا لعيب من الدوري الانجليزي بقى مثلا، يعني هو ساب الدوري الانجليزي هيجي بقى الدوري المصري، حسسنا بقى ان هو مثلا محمد صلاح في مصر هنا. يجي بجوان بقى وبليسنج في البعيد. في الملعب ما حسيتش بحاجه انت؟ ما انا ما حسيتش بيه في الدوري عامه. هو قابل سوء توفيق برضه شويه، عشان يعني ما بقاش انا برضه ظلمه شويه، هو قابل شويه سوء توفيق، اتصاب ورجع واتصاب ورجع، بس ما قدمش برضه كتير، ما قدمش كتير. توزيعة الأرقام في الدوري المصري للاعبين عادلة؟ سواء في فرقتك سواء في بيت الفرق، يعني اللي بياخد جنيه وبياخد اتنين وبياخد خمسة واللي بياخد عشرة، شايف ان دي والله عادلة؟ يا كابتن انا شايف ان ده رزق. هرجع برضه ان ده رزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا مش بتكلم في أرقام طبعا، كله رزق وربنا يكرم الناس. انا بتكلم عادلة يعني. عادلة؟ يعني عادلة ده العدل ولا لا مش عادلة؟ هو ده السؤال. والله كابتن انا مش عارف موضوع عادله ده ولا مش عادله، بس انا باوقات كتير بستغرب من التقييم بتاع الانديه للعيبه. يعني مثلا انا جايب لعيب ملعبه 30 ماتش، الراجل ده ما جابليش ولا جون في الدوري في ال 30 ماتش، ما عمليش ولا اسيست، انا هديله 5 6 مليون جنيه بناء على ايه؟ طب ده واحد لاعب يعني، ده واحد لعب 30 ماتش من ال 34 ماتش ما جابش ولا جون، ما عملش ولا جون، طب انت هتقعده ازاي وهتقيمه ازاي وهتديله فلوس ازاي؟ انت فاهم قصدي؟ فالتقييم بس غرب له انت بصراحه. سقفك الخمسه سته؟ ايه سقفك الخمسه سته يعني؟ لا انا سقفي، لا انا طموحي كبير، بس لا اما حدفت قلت يديله خمسه سته ليه؟ ما الارقام دلوقتي ما ده الرينج العادي دلوقتي. ايوه لا ده في 10 و12 ما شاء الله. الله ربنا يزيدهم يا رب. في حاجات يعني كتير. لا ده الارقام معديه راكبه الصواريخ دلوقتي. بغض النظر عن النصيب والرزق، لما تسمع الارقام دي بتستغرب؟ انا بستغرب جدا يا كابتن بصراحه، بس يعني مش يعني في ناس طلعت عليا من الحلقه اللي فاتت ان انا بحقد او بغل، ابدا والله لا، والله العظيم ابدا. ده الرضا ده القناعه كنز لا يفنى، يعني اهم حاجه الواحد يكون قنوع. بس ان واحد يعني ياخد مثلا رقم 30 33 35 مليون انت عندك فكره في الارقام؟